صبحكم الله بالخير ويعطيكم العافية مستمعين الكرام، مستمعين برنامج الثاني على الخط وين ما تكونون، حيكم أجمل تحية في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة دائما، ونقول الله يعطيكم العافية مستمعين الكرام. راح تكون هناك إن شاء الله مداخلات كثيرة مع ضيوف كرام، وأيضا راح تكون مداخلات معاكم مستمعين الكرام لأي ملاحظة لأي شكوى، وكذلك مراسلين يكونوا موجودين معنا. زميلتنا ليلى العزمي، مساك الله بالخير ليلى. مساء الخير زميلي نجيب، وبس على فريق من البرنامج وعلى المستمعين، حياك الله. حياك الله، تفضلي ليلى، شنو عندك؟ وينك موجودة الآن؟ طبعا أنا موجودة حاليا لتغطية مؤتمر الافتراض الخليجي الخامس لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي، وهذا المؤتمر يأتي تحت رعاية وحضور معالي وزير الإعلام والثقافة السيد عبد الرحمن مداحن مطيري. ويأتي هذا المؤتمر من خلال المبادرة العربية التي تسعى للتنويع الاقتصادي القائم على الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاقتصادي نحو اقتصاد رقمي مستدام. الله يعطيك العافية وعساك على القوة، مشكورة زميلتنا ليلى. نرحب في الدكتورة هنادي مبارك المبارك، مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار. دكتورة هنادي مساك الله بالخير. يا هلا، اتشرف في استضافتي في برنامجكم المميز. حياك الله دكتور، هاي الساعة المباركة، ساعتك أبرك. اليوم ما شاء الله عندكم الموضوع الحديث عن المؤتمر الافتراضي، حتى يعني نعطي فكرة للمستمع الكريم عن هذا المؤتمر وفعاليات هذا المؤتمر. اليوم هذا المؤتمر تحت رعاية معالي وزير الإعلام ووزير الثقافة الأستاذ عبد الرحمن المطير. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع، في نقاط مهمة جدا نذكرها حتى المستمع الكريم. تفضل الدكتورة. اي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية كريمة من معالي وزير الإعلام والثقافة سيد عبد الرحمن المطيري انطلق هذا المؤتمر من دولة الكويت، وهو مؤتمر الافتراضي الخليجي الخامس تكنو ابتكار وتكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الصناعي نحو التنويع الاقتصادي. يعد هذا المؤتمر أحد المبادرات الخليجية اللي أطلقتها عام 2020، وهي المبادرة العربية الأولى التي تعنى في التنويع الاقتصادي القائم على الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي نحو الاقتصاد الرقمي المستدام. وفي حين يمد هذا المحفل العربي جسور التعاون الخليجي العربي على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك التكنولوجية وكذلك الثقافية، وينظم هذا المحفل سنويا، وينطلق موازي لهذا المحفل الإكسبو الافتراضي، وهو الأول في الشرق الأوسط افتراضيا موازي لهذا المؤتمر، يضم 200 مشارك. وكذلك لدينا انطلاق المسابقة مسابقة كويت آيسل الدولية الثالثة للابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي. في حين يحمل هذا المؤتمر شعار التنويع الاقتصادي عبر الحلول الابتكارية الرقمية المستدامة. ممتاز، يعني دكتورة ما شاء الله اسم هذا المؤتمر وشعاره جدا مميز، يعني التنويع الاقتصادي هذا شيء جميل جدا. حتى نتكلم عن هذا الموضوع ودنا نركز دكتور هنادي عن الذكاء الاصطناعي، يعني ما شاء الله الآن حنا السوشيال ميديا منتشرة في كل المواقع، وما شاء الله الذكاء الاصطناعي بدأ مثلا يدخل في كل مكان، في أي في كل المواقع، لكن بدنا في هذا المؤتمر إن ركزتوا على شيء مهم جدا وهو الذكاء الاصطناعي. خلنا نأخذ مثلا بعض الأمثلة. اي نعم، نود ان نبين للمستمع عن اهمية وثقل هذا المؤتمر في عدد المشاركين وحقائق المؤتمر. شارك معنا في هذا المؤتمر 15 دولة خليجية وعربية بعدد 150 من الخبراء وراسمي السياسات والاكاديميين ورجال الاعمال وكذلك النخبة الاقتصادية. وشارك معنا اليوم صباحا في حفل الافتتاح 39 شخصية خليجية وعالمية وإقليمية، وكذلك شارك معنا 40 مخترع ومبتكر خليجي وعربي حصلوا على براءات الاختراع والجوائز الدولية، وكذلك 30 شركة ناشئة ريادية و30 جلسة نقاش الدائرة المستديرة. ويركز المؤتمر على 10 محاور رئيسية خلال 11 ساعة يوميا على مدار الثلاث أيام
من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 9 مساء خلال 3 أيام من 3 يونيو إلى 5 يونيو. دكتور، هل هذا المؤتمر مثلا مفتوح للعامة، أن اللي حاب يشوف ويتابع وعنده مثلا بعض الإلمام في الذكاء الاصطناعي عن الأمور اللي تتعلق بالذكاء الاصطناعي حتى يستفيد من هذا المؤتمر؟ ما شاء الله 15 دولة، 39 من اللي ما شاء الله اللي يعني العالميين، 40 من المخترعين، 150 ما شاء الله مشارك، يعني شيء جميل لما نشوف ما شاء الله هذه النخبة اللي موجودة في مكان واحد. تفضل دكتورة. اي نعم، اللي شارك النخبة اللي شاركت معنا في هذا المؤتمر هي نخبة مميزة، لديها خبرات مميزة حتى يعني تنقل هذه الخبرات والتجارب ويتم تبادلها وصولا الى الرسم خارطة المستقبل معا. نعم دكتور، 40 مخترع ما شاء الله موجودين، ما شاء الله الاختراعات اللي موجودة، الأشياء اللي ما شاء الله اللي مسوينها الشباب هذولا، هل مثلا في تعاون مثلا حتى مع عيالنا مثلا الطلبة مع بعض الجهات الحكومية اللي موجودة نستفيد من خبرات 40 مخترع؟ اي نعم، المخترعين هذيلي هم مخترعين سجلوا براءات اختراعاتهم وحصلوا على جوائز دولية وحصلوا على تسجيل لبراءات الاختراع، وكذلك جزء منهم كبير تم تحويل اختراعاتهم الى منتجات وخدمات في السوق. نعم، خلينا نتكلم دكتور عن الحديث عن مسابقة المؤتمر وعن الاكسبو الافتراضي. انطلقت مسابقة المؤتمر موازية لهذا المؤتمر، وهي مسابقة كويت آيفل الدولية للذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال، وتعتبر جوائز هذه المسابقة 3 جوائز رئيسية، وهي الجوائز النقدية $15,000 للفائزين، وكذلك ميداليات وشهادات عالمية للفائزين في هذه المسابقة، في حين أن هذه المسابقة تنقسم إلى 10 أجزاء رئيسية، وهي جزء الأول منها راح يتم اختيار أفضل مخترع، وسوف يتم اختيار كذلك أفضل شركة، وسيتم اختيار أفضل عرض تقديمي، وكذلك أفضل شخص علمي مؤثر في المؤتمر، وأفضل شخص ابتكاري، وكذلك أفضل شخص ريادي، وكذلك أفضل شخص مؤثر على السوشيال ميديا، وأفضل جهة حكومية شاركت، وأفضل جهة تمويلية، وأفضل مؤسسة أكاديمية. لذلك نصل إلى 10 فئات لهذه المسابقة، وفي كل فئة سوف يتم اختيار 10 فائزين بمجموع 100 فائز لهذه المسابقة. والله ما شاء الله عن عدد كبير ما شاء الله ل 100 فائز في هذه المسابقة، وكلهم ما شاء الله ل 100 فائز يكرمون. هل في لها شروط هذه المسابقة؟ في لها مثلا بعض الأمور، في بعض اللي حاب ينضم مثلا هذه المسابقة، ولا لازم يكون مثلا مخترع، لازم يكون عنده مسجل في موقع ما؟ اي نعم، بالنسبة للمشاركين يتم المسابقات يتم اختيارهم بناء على من يشارك في المؤتمر هو مؤهل لدخول المسابقة، ومن يشارك في الإكسبو الدولي كذلك مؤهل لدخول هذه المسابقة. فهذا يعني هذه أهم الشروط اللي موجودة عندنا، أن يتم اختياره إذا شارك معنا في المؤتمر الخليجي والمؤتمر العالمي أو في الإكسبو. نعم دكتور، خلينا نتكلم عن يعني الحديث حول الورش العمل اللي راح تعملون، لابد أن في عندكم ورش عمل مهمة جدا يستفيد منها المشارك معكم. إيه نعم، ليس لدينا ورش عمل في هذا المؤتمر، لأن هذا هو محفل عربي خليجي كبير يقام سنويا، وهو الآن في نسخته 5، ويقام افتراضيا في للدول العربية، وكذلك افتراضيا للدول الأجنبية المتقدمة من 12 لما 14 نوفمبر 2024. فإذا عندنا محفلين، المحفل الأول وهو المحفل العربي، والمحفل الثاني هو المحفل الإنجليزي اللي بتاريخ 12 إلى 14 نوفمبر. فليس لدينا ورش ولا محاضرات تدريبية، وإنما هو اجتماع للخبراء وراسمي السياسات لتقديم خبراتهم والاستفادة منها. دكتور، بما أن يعني هذا المؤتمر وهذا السنة 5 على التوالي، لابد أن كل سنة يضاف شيء جديد فيها.
اي نعم، تم اضافه الشيء الجديد اللي تم اضافته هو استضافه مخترعين ومبتكرين جدد، وتم استحداث فئات جديده للمسابقه، وكذلك تم استحداث الاكسبو الافتراضي بإضافة عدد المشاركين. وفي كل سنة يصير عندنا تغيير في المحاور وكذلك تغيير في المشاركين. نعم دكتورة، أنا أدهلج في كلمة أخيرة في هذا اللقاء. إيه نعم، نشكركم ونشكر تشريف معالي وزير الإعلام سيد عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة لتشريفه لنا في هذا المحفل العربي الخليجي سنويا. في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتورة هنادي مبارك المباركي مستشارة التنمية الاقتصادي والابتكار. شكرا دكتورة، وعساك على القناة، نتمنى لك التوفيق في هذا الله يحفظك. حياك الله، مع السلامة.